تحول. حصاد مثابرتها على الدراسة مكنها من إحراز المرتبة الأولى مكرر على مستوى العراق لمرحلة السادس الإعدادي بفرعها الأحيائي. فدانيا نمير الطالبة في مدارس الفراهيدي الخاصة في البصرة معدلها كان قاب قوسين من بلوغ النسبة الكاملة، حيث حصلت على 99.86%. المعدل اللي حققته كان 99.86، وطبعا هذا يعني المعدل اللي جاب البداية توفيق يعني من الله سبحانه وتعالى، ثم الأهل والمدرسة وحتى يعني زملائي وزميلاتي بالمدرسة. ودانيا ليست الطالبة الوحيدة المجتهدة في مدارس الفراهيدي، فزملاؤها هيمنوا بنتائجهم المتفوقة على المراتب الأولى على مستوى العراق بصورة عامة والبصرة على وجه الخصوص للدراسة الإعدادية بفرعيها التطبيقي والأحيائي. حصلنا المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة على العراق الحمد لله والشكر في الاختصاص الأحيائي والاختصاص التطبيقي. وكذلك لهذا العام هناك بشرى لأهالي البصرة الفراهيدي، حصلت المرتبة الأولى إلى المرتبة العاشرة جميعا من طلبة الفراهيدي. واستطاعت تربية البصرة هذا العام أن تقفز بنتائجها للمرحلة الإعدادية قياسا بالأعوام السابقة، إذ احتلت الترتيب السابع على مستوى المحافظات العراقية بنسبة 31%، وهي نسبة لا تقارن بالأحد عشر بالمئة التي حصلت عليها في السنة الماضية. حتى نسبتنا هاي 31 وكسر قياسا إلى نسبة العراق اللي 37، هذا أيضا لا تليق بالبصرة ولا بمستوى البصرة، لا التربوي ولا العلمي ولا حتى الإنساني. التقدم في نظام التعليم يعني التقدم في مسارات الحياة، هكذا يرى أصحاب الاختصاص الذين ما زالوا يؤشرون تراجعا بمختلف جوانبه. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.